المهم وراء كل انتخابات تبلش التحالفات السياسية تشتغل وتتشكل وتتفلش ونطب لغوة الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة واختيار رئيس جمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب. فحاليا نحن بالمرحلة الأولى، مرحلة اللغوة الأكبر اللي هي التحالفات. كل مرة تصير بيها تحالفات على أساس المصالح الشخصية والمصالح الحزبية، وهذه لك وهذه إلي وهذه الوزارة لك وهذه عليه، حتى مو سياسية. هالمرة نريد واحد يفهمنا شنو الطريقة اللي راح تحالفون بها مقتدى الصدر اللي هو اللي راح تحالفون بها ويا مقتدى الصدر اللي هو صاحب الكتلة الأكبر. اليوم من حق سيد مقتدى الصدر يقول أنا الكتلة الأكبر، ومن حق الكتل الباقية تقول نحن الأكبر. باكر يقعدون على دائرة مستطيلة، وكل من يقدر يعرف بأنه الكتلة الأكبر هي اللي راح تشكل حكومة. هسه الإبشارة الأولى من هذا الكلام إنه تحالف الفتح اللي الأخ من عندهم هنا ما راح يقدرون يشكلون كتلة أكبر، لأن راح يبقون للانتخابات الجاية يدورون على دائرة مستطيلة يقعدون عليها. ماكو ما هاي الدائرة المستطيلة شكل هندسي، لو قاعد تمتحن غباء أستاذ تريد تجربنا ننتبه، لو نسكت لو شو نسوي؟ يعني تحالف الفتح ترى أضلاع المستطيل تختلف عن الأضلاع اللي موجودة يا معدنار أبو الضلوع، مو بكيفك تكسر وتشوي. هسه تحالف بعد ما يدري وين يقعد مو بحال يفهمنا وين التحالفات وشنو هي التحالفات. شوفوا لي باحث ولائي متخصص بالشأن الإيراني يشرح لنا، لأنه إذا ما نجح التحالفات راح تلاص، قصدي الشأن العراقي. إحنا صارت عندنا انتخابات، هنالك جرح في عدالة الانتخابات الماضية التي جريت عام 2018. ماذا مخرجاتها؟ برلمان مهلهل، دورة برلمانية عرجاء، حكومة معلعلة ومهلهلة، بالتالي عليهم أن يطير اللسان عن هاي الإشكالية. أقدم لكم محلل سياسي وباحث ولائي شغلته بالحياة ما يعرف يحكي. اشتنيط اللثام استاذ، إماطة اللثام مو إناط اللثام، لزم لسان العرب عضة. طب على تاج العروس لزم العروس تزوجها، يا إناطة اللثام انت. النيط مو هذا مكانه، لأنه راح تنيط أم السالفة. وهي رسالة تحالف الفتح، رب متحدثيكم، متحدثيكم جاي نيطون اللثام بالقنوات. بعدين أنا أسألكم على التحالفات، أنت تجي تقول لي نيط اللثام، ما سامع بنيط الخير ولا تقطع سالفته. والله كل تحليلاتكم هاي صار نيط ما يحبن. أمرنا لله يابا، نرجع زبق مخضرم يشرح لنا شنو يعني تحالفات. الفكرة ليس بالمقاعد البرلمانية، فهمها الجميع. العبرة مو بالأرقام، العبرة بحنكة إدارة المفاوضات وكيفية إدارتها. نعم التحالفات هي الأهم وليس الأرقام والنتائج. الفائز لا يشكل حكومة في العراق، الفوز بعدد كبير أو عدد متوسط أو عدد قليل من المقاعد ليس أمرا هاما. من ينجح في التحالفات هو الذي ينجح لربما في الكثير من الأمور، ودائما ليس شرطا أن يكون النجاح الانتخابي نجاح سياسي. التحالفات هي من تصنع زعامات حقيقية بقيادة العملية السياسية. هاشم الكندي والله نصيحة من أخ لأخو، من أخ لأخو الكبير، يعني ما بيشي واحد يدور شغله بسرعة خلال أيام القادمة، والله عادي يعني. وسع يعني مصادر دخلك، لا تخلي محصور بجهة واحدة. You never know، ما تدري شو ممكن يصير. وأنا هنا أنا أريد أنيط اللثام وأسأل هذا السؤال، إحنا ليش نسوي انتخابات؟ لأن إذا ورا الانتخابات الموضوع ما له علاقة بعدد المقاعد بقد ما له علاقة بالتأثير العشائري والتأثير الفصائل المسلحة وقادة الفصائل المسلحة. يعني كل الزبابيك دي يطلعون يقولوا لك التحالفات ما لها علاقة بعدد المقاعد، إذا فزنا وخسرنا فالتحالفات تخضع للمؤثرين. وهذا الشيء اللي يخلي الحكومات بالعراق دائما توافقية مو حكومات ديمقراطية. حكومات ترضي كل الأطراف وتخليها تحكم حتى القوائم الخاسرة اللي الشعب ما يريدها ما بتحكم. حكومات تحت شعار الباب اللي تجيك من نريح سده واستريح. حكومات ضعيفة إذا جاسها القطن تتعور. حكومات بالكرشي ماكو تأثر، لو جاسها المرشد تحذر، مدري تخدر مدري تتفطر. وبالمحصلة هسه احنا افتهمنا التحالفات هي جلوس على دائرة مستطيلة وإقامة اتفاقيات مناط عنها اللثام بين الكتل حتى ما يصير عندنا حكومة مهلهلة ومعلعلة لا تغني ولا تسمن ولا تشبع ولا تضعف.